شهداؤنا والله يعلم أنهم شهداؤنا سكنوا رحيب جناني هم كالبذور إذا اختفت تحت الثرى ملأت فضاء الأرض بالأغصان عنهم حكينا قصة المجد التي ستظل خالدة مدى الأزمان بدلوا وما بدلوه كان نفوسهم وكذا الفداء يكون للأوطان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله صالح أعمالكم. يقول الله عز وجل: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال نقشوا أسماءهم بأحرف من ذهب في أنصع صفحات التاريخ. رجال لا يمكن أن نقول عنهم رجال، بل هم جبال فوق الجبال. لقد ضحوا بأنفسهم وجادوا بأرواحهم، والجود بالنفس أعلى مراتب الجود. مرحبا بكم في قصة بطل. شهداؤنا والله يعلم أنهم شهداؤنا سكنوا رحيب جناني هم كالبذور إذا اختفت تحت الثرى ملأت فضاء الأرض بالأغصان. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في برنامج قصة بطل، ومع بطل قصتنا لهذه الليلة أحد أحرار الجمهورية الثانية، أحد المناضلين الثوار، أحد الضباط الأحرار الذين هبوا للدفاع عن ثورتهم وعن جمهوريتهم وعن شرعيتهم وعن كرامة أبناء شعبهم. إنه اللواء الركن زيد علي الشومي، قائد اللواء 203، والذي قدم روحه رخيصة في سبيل دينه ووطنه في معركة سرواح الباسلة، سرواح حيث كانت معركة كسر العظم. لقد كسروا عظام الميليشيات وهشموا جماجمهم. إنها سرواح التاريخ. نتابع معا قصة هذا البطل. قصة المجد التي ستظل خالدة مدى الأزمان بدلوا وما بدلوه كان نفوسهم وكذا الفداء يكون للأوطان. ولد بطلنا بمحافظة حجة مديرية مبين عام 1976 للميلاد، وانخرط في سلك التعليم المدرسي ثم الجامعي، ليتخرج حاملا شهادة البكالوريوس في حقل الدراسات الإسلامية، وليحوز بذلك على حظ وافر من المعارف الشرعية والعلوم الدينية كان لها أبلغ الأثر في تشكيل شخصيته وفي توجيه الوجهة الإيجابية وفي طابع حياته بطابع السمو والإخلاص والصفاء والنقاء، وقياما بموجب نشر العلم وتعميم المعرفة، واستشعارا لخطورة الجهل على الأمة اليمنية، قام البطل بجهود لافتة في مكافحة الأمية في اللواء 310، وهو اللواء الذي شغل فيه أيضا منصب مساعد التوجيه المعنوي وهو ما يزال دون 20 من العمر. فكان الأمر كما قال الشاعر: إذا بلغ الفتى 20 عاما ولم يحز الفخار فلا فخار. لقد عرفناه منذ ريعان شبابه بطلا مقداما وأسدا هصورا، ما غاب يوما عن ميادين الوغى ولا تأخر لحظة عن ساحات النزال. إننا كلنا فخر بما قدمه من مسيرة نضال فذة ومن بطولات وملاحم نادرة وبما تمثله من قيم وأخلاق خلال أدائه مهامه وواجباته والتي انعكست إنجازاته على أرض الميدان. ولقد شاء الله تبارك وتعالى أن يختم له بالشهادة وفي معركة اليمنيين المقدسة ضد ميليشيات التمرد والإجرام الحوثية. إن ما يجب أن ندركه جميعا
مدنيين وعسكريين أن الشهيد العميد وقوافل الشهداء ممن سبقوه عرفوا أو لم يعرفوا، ذكرت سيرهم ومناقبهم أو لم تذكر، قد بذلوا أرواحهم في هذه المعركة وتركوا لنا لواء الكرامة معمداً بدمائهم الطاهرة الزكية، وحملونا أمانة كبيرة، أمانة الأجيال اليمنية المتطلعة للحرية والكرامة، أمانة حماية مستقبلهم ومواصلة المعركة حتى تحرير كل شبر في أرض اليمن. كانت سيرة الشهيد العسكرية زاخرة بالعطاء، حافلة بالإنجاز، مفعمة بالبطولات والتضحيات، وقد أكسبته حياته العسكرية الطويلة الكثير من الخبرات القتالية والقدرات الميدانية التي تراكمت عبر سنين الكفاح المسلح تحت راية الجيش الوطني. تشرفت في يوم من الأيام أن كان العميد مدير مكتبي في المنطقة الخامسة، وقد عملت معه كثيرا منذ أن كان قائد كتيبة، وشهادة لله عز وجل أنه كان شهيدا يمشي على الأرض. لقد كان الرجل تعتبر الدنيا آخر اهتمامه، لقد كان الرجل مثالا للأخلاق، مثالا للاستقامة، وأشهد لله أنه كان يحيي ليله أكثره في العبادة. مهما تكلمنا لن نستطيع أن نوفي الرجل حقه، ولكن يكفيه وعزاءنا أن الله عز وجل اختاره شهيدا. منذ التسعينات حصل فارسنا على العديد من الدورات العسكرية، كان من أبرزها دورة مساعدي توجيه الكتائب ودورة قيادة الفصائل، وقد تولى بعدها العديد من المسؤوليات في السلك العسكري، كان من أوائلها تحمله أعباء الشؤون المالية والإدارية في إحدى كتائب اللواء 310 بمحافظة حجة لفترة تزيد على 10 سنوات. رشح بعدها لحضور دورة في مجال المحاسبة المالية بمدرسة الشؤون الإدارية والمالية التابعة لوزارة الدفاع عام 2009، وتخرج الشهيد من هذه المدرسة بنجاح منقطع النظير، إذ كان الأول بين زملائه، وقد رسخ بذلك حقيقة تقدمه العلمي وتعدد مواهبه النظرية والعملية. وأما سيرته القتالية فقد بدأت باكرا أيضا، إذ شارك الشهيد في الدفاع عن وحدة البلاد، وأسهم بفاعلية في وأد مشروع تقسيم الوطن عام 1994 للميلاد، وبعد ذلك بسنوات قاد البطل إحدى سرايا الجيش الوطني التي هاجمت معقل الإماميين في صعدة، واستطاعت الوصول إلى عقر دار الهالك حسين الحوثي. حدث ذلك إبان الحرب الأولى التي شنها المتمردون الحوثيون على الدولة عام 2003 للميلاد، وهي إحدى مناقب الشهيد ومفاخره القتالية التي عطرت سيرته العسكرية بمثل هذا العمل البطولي النادر والشجاع. ثم شارك الشهيد في الحرب السادسة دفاعا عن الجمهورية وتصديا لمعركة التمرد الحوثية التي كانت كلما أوقدت نارا للحرب أطفأها الله. وأما دوره في المسار الثوري فقد كان ظاهرا للعيان أيضا، إذ استهل البطل نشاطه بالدفاع عن ثورة الشباب السلمية التي اشتعلت عام 2011، وتولى شهيدنا مسؤولية قيادة الحزام الأمني لمحافظة حجة منعا لحدوث أي قلاقل مخلة بالأمن والسكينة لأبناء المحافظة. وبعد حدوث الانقلاب المشؤوم عام 2014 حمل البطل سلاحه من جديد في مواجهة المتمردين، وقاد الكتيبة الرابعة التابعة للواء 35 ميكا عام 2015، وفي العام التالي جرى تكليفه بقيادة اللواء الثالث حرس حدود، واستطاع بطلنا تحقيق العديد من الانتصارات الميدانية ضد الميليشيات وترسيخ معادلة التفوق العسكري لقواتنا المسلحة أمام عصابات الإجرام الإيرانية. وفي عام 2018 تم تعيين البطل الشومي قائدا للواء 131 مشاة، وخاض الشهيد من هذا الموقع الجديد عشرات المعارك ضد المتمردين، وبقي ثابتا كالطود الأشم في ميادين النزال إلى أن كتب الله له الشهادة في أرض المعركة،
مقبلا غير مدبر ليلقي الخالق سبحانه صابرا محتسبا ومقاتلا مجاهدا بعد أن نجح في تحرير عشرات المواقع العسكرية الاستراتيجية. جرح البطل الشومي 3 مرات في رحلته الجهادية، وكان في كل مرة ينهض من جديد لمقارعة الباطل ومواجهة العدوان الحوثي. رحم الله الشهيد العميد زيد بن علي الشومي، ورفع مقامه في عليين مع الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كينا قصة المجد التي ستظل خالدة مدى الأزمان، بذلوا وما بذلوه كان نفوسهم، وكذا الفداء يكون للأوطان. مرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد، وكل عام وأنتم بخير. نحن معكم في هذه الليلة الجميلة وفي هذه الأجواء الماطرة في برنامج قصة بطل. بطل قصتنا لهذه الليلة أحد الأحرار، أحد أبناء الجيش اليمني، أحد الثوار، أحد أبناء الجمهورية الثانية الذين هبوا للدفاع عن الثورة والجمهورية، الذين قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله، جادوا بأرواحهم، والجود بالنفس أعلى مراتب الجود. لقد ضحى بنفسه من أجل وطنه، من أجل دينه وعرضه، من أجل التخلص من هذه العصابة الإجرامية الكهنوتية الإمامية التي بغت في الأرض والتي أكثرت الفساد في هذه البلاد. إنه الشهيد البطل القائد رحمة الله عليه اللواء الركن زيد بن علي الشومي، قائد اللواء 203، والذي قضى نحبه وهو يدافع عن الثورة والجمهورية في جبهة السرواح. معي هنا نجل الشهيد النقيب أسامة بن زيد بن علي الشومي، يحدثنا عن الشهيد القائد رحمة الله عليه. مرحبا بك أسامة في برنامج بطل، ولو تحدثنا عن أبرز مناقب الشهيد رحمة الله عليه والتي يخلدها التاريخ له. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر برنامجكم الموقر على هذه الاستضافه وعلى اللفته الكريمه لاسر الشهداء. اما بعد ان نحدثكم عن الشهيد كاب، فقد كان الشهيد رحمه الله عليه بمثابه مدرسه نستقي منه منابع الكرم والاخلاق والتربيه، فقد كان رحمه الله عليه يحرص علينا يعني كاهل يعني كتربية، يحاول أن يصنع من كان يجلس معه يحاول أن يصنع منه رجل. لقد كان رحمة الله عليه مدرسة نستقي منهم مكارم الأخلاق والقيم والأخلاق النبيلة. رحمة الله عليه كان أبا وأخا وصديق وصاحب، فقد عرفه زملائه ومن سايره وأفراده، كان لهم درعا يعني درعا يقيهم، فقد يعني تحلى بصفات جميلة ولا يسعني الذكر لها يعني بالتحديد مناقب الشهيد. فبداية التحق بالجيش في 1982 88 في صنعاء، ثم انتقل إلى اللواء الأول مدرع اللي فيما بعد 310 في عمران. فهناك ترقى وانتقل بعدها كاتبا ماليا في كتيبة في حجة تبع اللواء 310. وفيما بعد اندلعت، أول من اندلعت ثورة 2011 كان من أول الملبين بعد الوالد الفريق الركن علي محسن صالح حفظه الله، وقد كان ممن حموا الثورة في محافظة حجة، وكان قائد الحزام الأمني للمحافظة. عندما دخل صنعاء كان لا زال في حجة، فعندما عمل كاتبا ماليا للواء 3 حرس حدود، انتقل من اللواء 310 إلى اللواء 3 حرس حدود في محافظة حجة. ثم عندما انقلب الحوثيين على الدولة وعلى الشرعية، كان من أول ملبين تحت قيادة اللواء الشهيد حفظ رحمه الله عبد الرب الشدادي،
وبعدها انتقل الى محافظه حجه مديريه ميدي لتشكيل، وكان من النواه الاولى لتشكيل المنطقه العسكريه الخامسه. وبعدها انتقل الى رجع الى مأرب، ثم كلفوه بقياده اللواء 121 وعمل في المنصاع في جبهه الميسره، واصيب عده مرات. وثم انتقل الى جبهه سرواح وعمل اركان حرب لجبهه سرواح، ثم عين بعدها قائدا للواء 203 اضافه الى اركان حرب جبهه سرواح، وهناك لقي ربه ونحسبه شهيدا عند الله. يعني كان في معركة مهمة من معارك الدفاع عن الجمهورية. هذه المعركة طبعا التي حشد لها العدو حشد كبير جدا، يعني يحاول أن يلتف على مأرب، وأن كان هدف الميليشيات مأرب، ولكن الله سبحانه وتعالى أفشلهم بفضل الله عز وجل، ثم بفضل بطولات وتضحيات الأبطال. يعني كيف كانت تصف لنا كيف كانت المعركة، وهل كنت أنت مع أبوك في وقت المعركة؟ فقلت لك عندما كانت المعركة على أشدها، والحمد لله تم كسر العدو، كان هجوما عنيفا، وكان يتصدر الصفوف هو والأبطال، ومنهم من استشهد معه ومنهم من يعني خرجه الله. فالحمد لله يعني استشهد أثناء المعركة، كسروا زحف العدو صحيح، والحمد لله يعني خسائر فادحة في العدو والحمد لله. ومن بعدها يعني استشهد رحمة الله عليه، واستمر الأبطال، طبعا استمر الأبطال واستمر العدو يعني بالتعزيزات، واستمر الأبطال صحيح يعني في السد الهجوم وفي كسر وتكبيد الخسائر والتقدم. يعني أسامة حدثنا يعني عن أبرز يعني يمكن أي يعني موقف مؤثر حصل لك مع الوالد، أو حصل للوالد تأثرت فيه أنت من الوالد، وكان له مؤثر له دور كثير جدا مؤثر في حياتك. أذكر لك يعني المواقف يعني كثيرة، بس أحد المواقف كنا أنا هو في جبهة نهم رحمة الله عليه في الميسرة، وكنا في أحد الليالي في المترس هو والشباب يعني يحدثهم ويوعيهم ويرسم الخطط هو هم، فإذا بالعدو تزلل، فكان أحد الشباب رأى العدو فيعني ليلاً صحيح يعني أخذ بندقة وتعامل مع العدو، والعدو يضرب علينا يعني بقذيفة ار بي جي، وهو من مسافة قريبة جدا، فوقع المترس فوق الشهيد رحمة الله عليه، ما حصل له بعض الجروح، فقمنا نسحبه فهو رفض أن ينسحب، أنا وبقية المرافقين وذو، فلم ينسحب وأخذ بندقه وواصل معنا هناك، وقال لن يترك زملاء بالرغم أنه أصيب وجرح، فلم ينسحب والله حتى اليوم الثاني، حتى بعد كسر العدو وكسر الهجوم. الموقف الثاني في عيد الفطر السابق، ونحن في جبهتنا كنا معدين للهجوم، وبينما كان يتقدم الصفوف رحمة الله عليه، فإذا بالعدو يعني يضرب علينا بمباشر 75 مباشر، مدفع مباشر، فأصيب رحمة الله عليه، ووقع فيه دقة في العمود وأصابتين في رأسه، والحمد لله استمر الهجوم واستمر بجوارنا، لم ينسحب ولكنه بقي بجانبنا الحمد لله حتى كملت العملية. نعم، وكانت الحمد لله تم السيطرة على المواقع، وبفضل الله يعني ثبت الأبطال والحمد لله. مشاهدي الكرام، طبعا كما تابعتم في شهدائنا أبطالنا الأحرار الجمهوريين أصحاب هدف، وهذا الهدف هدف سامي جدا، هو تحرير اليمن من براثن الميليشيات الإرهابية الإيرانية الإنقلابية. كل هؤلاء الذين يضحون بأنفسهم والذين يجودون بأرواحهم في سبيل الله، رخيصة في سبيل الله، ليس الهدف منها القتل أو الإمعان في القتال، وإنما
هدفهم سامي جدا، وهم يبعثون الحياة، يضحون بأرواحهم من أجل أن ينعم كل أبناء اليمن بالأمن والاستقرار والسعادة والراحة، يضحون بأرواحهم من أجل أن يستأصلوا شأفة هذا الفيروس الخبيث الذي طغى على الجسد اليمني ويحاول أن يقسم اليمن وأن يعبث بأمن واستقرار اليمن. هذا السرطان الحوثي الخبيث الذي يسعى بكل ما أوتي من قوى لإخراج اليمن من محيطها العربي إلى المحيط الفارسي. هؤلاء الأبطال كانوا أصحاب قضية، وأن أنهم يدركون أهمية قضيتهم ويدركون أهمية الواجب الذي ألقي على عاتقهم، كانوا المبادرين والمتقدمين في الصفوف حتى يحققوا الهدف الأسمى والأكبر، وحتى يتم تحقيق الهدف العام للثوار والأحرار واستكمال ثورة 26 سبتمبر ودحر الميليشيات الإنقلابية وإنهاء الإنقلاب من أرض اليمن السعيد، حتى يعود اليمن سعيدا كما كان بإذن الله تعالى. المعركة ما زالت مستمرة، وما زالت مستمرة حتى اللحظة، ومعركتنا لن تتوقف حتى نستأصل هذا العدو الخبيث من أرض وطننا، ولن نبقي له قائمة ما دام وأمثال هؤلاء الأحرار هم الآن المدافعون عن الجمهورية وعن الثورة، وهم الذين يضحون ويناضلون من أجل هدف مقدس. إنها المعركة المقدسة، المعركة المقدسة في تاريخ كل يمني، وعلى كل أبناء اليمن أن يلتحقوا بركب الأحرار، وإلا فإن التاريخ سيلعنهم إلى غير رجعة بإذن الله. مشاهدينا، نأتي إلى فقرة التكريم، وأحب هنا أن نكرم الشهيد زيد اللواء الركن زيد الشومي تقديرا من وزارة الدفاع لدوره البطولي والنضالي، وكذلك ما قدم وما ضحى به من أجل الثورة. هذا التكريم ليس إلا مجرد تذكير فقط، وإلا فإنه لا يعطي الشهداء حقهم ولو بنسبة 1%. أسامة، هذا درع الوفاء مقدم من وزارة الدفاع، مثل دائرة الرعاية الاجتماعية، وفاء للوالد رحمة الله عليه على دوره النضالي والبطولي الذي قدمه في سبيل الثورة والجمهورية. هذه أيضا طبعا هدية متواضعة من دائرة الرعاية الاجتماعية، وهذه أيضا الهدية من الرابطة الوطنية لأسر الشهداء، وهي كلها يعني هدية رمزية تقديرا لجهود الشهيد رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. كلمة أخيرة، تفضل. ندعو جميع أبناء المحافظات، يعني أبناء شعبنا اليمني، إلى الاصطفاف والالتفاف حول الشرعية المبثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، ونعاهد الله ونعاهد الوطن ونعاهد جميع شهدائنا الأبرار بأننا على الدرب سائرون وعلى طريقهم ماضون، ولن نكل أو نمل، ولن يكون موته أثرة في طريق نضالنا، سنستمر حتى النصر أو نلحق بهم شهداء، والله على ما نقول وكيل، ولا نامت أعين الجبناء. شكرا لك، شكرا يا سامي. شهداؤنا والله يعلم أنهم شهداؤنا، سكنوا رحيب جناني، هم كالبذور إذا اختفت تحت الثرى ملأت فضاء الأرض بالأغصان. عنهم حكينا قصة المجد التي ستظل خالدة مدى الأزمان.